جود مورنينج، انا سالم ياسين من كرم سدي، لبناني من الشمال، قضاء صغارتي. جيت على استراليا سنه ال 1988 من 35 سنه تقريبا. بلشنا نشتغل، اشتغلت بالكازينو، اشتغلت درايفنج سكول وات ايفر. بعدين شغل كتير وساعات كتيره، قلت لازم يكون عندي هوبي. عرفت كيف؟ بلشت بالهوبي، بلشت جمع ديانا 1997 وقت توفيت، و like هوبي بس ماني عارف هل رح يصير بيك كولكشن. صرت جمع بالكولكشن، هلا صار عندي فيري بيج كولكشن. اي ثينك ام فيرست تو كولكت برنسس ديانا ستامبس وورلد وايد. هلا رح تشوفوا كل شيء وان شاء الله تنبسطوا معنا. انجوي يور تايم. بالصدفة كنت عن يعني عم ببرم وهيك عم بطلع بالجريد، لقيت في بالاول اللي بيبيعوا ستامبس، ستامب كولكشن، سيلين ستامب افري ويك كل ديفرنت اريا. قلت بروح بتفرج وشوفي، ماني عارف ما عندي فكره عنهم. رجعت صرت روح بالصدفة، رحت على الماركت لقيت واحد عن يبيع ستامبس، وقال لي في عندي ستامبس اشتريتهم. المهم وصرت روح على الماركت على طول على افري ويك، صاروا الستام ديلرز يعرفوني ويقولوا لي، وكان ديانا بهالوقت متوفية، كلهم نصحوني انه اشتري ديانا ستامبس. بلشت اشتري وصاروا يعرفوني، كلهم يعرفوني وتلفنوا لي وين في عندك ستامبس، وين في عندك ستامبس. بالنهاية صاروا ما بيعرفوا اسمي، ما بيعرف اسمي، عيط لي ديانا مان. ديانا مان، وين ما روح صاروا كلهم يعرفوني ديانا مان. صرت اشتري على الاونلاين، صرت اشتري ستامب كولكشن على الاكزيبيشن، كله على طول يعطوني خبر روح جمع. هلا صار عندي يعني تقريبا، اذا عملت اخر صورت كان في عندي على الطاولات 100 طاولة 2500 بيج، one of each stamps، one of each stamps 2500 صفحة. وعن يزيدوا في كتير very rare منهم، وفي منهم very common. و شو بدي خبركم، ما فيني وقف عند الاشتري، بس صار عندي كتير. اجاني ايميل، انا لاني حطيتهم على اليوتيوب، على اليوتيوب في شاب اسمه جريل من فرنسا بعت لي مسج، قال لي كنت مفتكر انه انا ماي كولكشن از فيرست، بس لقيت انه انت عندك دبل وات اي جو. صرت على طول كونتاكت هيم. وفي اجاني كمان في واحد من انديا بعت لي كمان ايميل، قال لي بدي اعمل اكزيبيشن عندي انا ايفنت، اذا بتحب تساعدني بشيء. بعثت له هيك كم صوره ومشي الحال. الوات اباوت يعني برنسس ديانا، يعني اسمي ستام ديلز بيعرفوني على الحريق. وعن جرب يعني وما كان فرجي ستامبس اذا فينا. هلا بالنهايه بدنا نشوف شو بدنا نعمل بالبحث. كنت بدي نفكر اعمل اكزيبيشن كيف او قدمت على الجينيس بوك من شي 10 سنين او 12 سنه. مبدئيا قبلوه، بس في اشياء لازم نكفيها، بدنا سبنسر، ما كنت لاقي سبنسر. بس هلا بدي ارجع كفيها، بدي اروح على الجينيس بوك اذا ما اخر شيء. هاو دي سيت 6 اوف اوكي، هاو دي شيت اوكي، هاو دي سيت، اذا نقص وحده منهم راح قيمته. اوكي هيدي هون فيري رير، فيري رير كمان نجر. اوكي صعب تلاقيها انكات بيك شيت. اوكي ذيس وان هير هاو دي فرنس، فرنسا هذه يسموها اوف سيت، لان مطبوعة من ورا. هذه فيري رير تلاقي الشيت كله، بتلاقي وحده او اثنين. هاو دي فيري فيري رير، ما في غيرهم. هاو دي كلها نشوفهم هون، هاو دي وان، هاو دي كلهم فرسات نجيبهم. كيف؟ هاو دي كلهم فرسات ارت وورك. I
انا عندي lot of double stamps. اذا حدا بيحب نتعامل نحن وياه دبل وشادت no problem. Okay, just contact me. My number 0417-048-054 or salios1@hotmail.com. جوزوا اوكي انت بتجيب الصوره هذه زيتها بتجيب الستامب والانفورميشن موجوده هون كيف هيك كيف هذه امبورت فورايتد او دي ما نفخات يعني اوكي في عده انواع من الستامبس في بيرفورايتد امبورت فورايتد شيتلت بروف اساي بروجريسيف هلا مثل هذا هون تكون هاودي هاودي سيت اذا وحده بتنقص راحت راحت قيمتهم عارف كيف هاودي كلهم سيت كل واحد وحده هودي الفيرست داي كفر الكولت نعمل خمسه منهم معي واحد منهم ما قبل الزلمه الاستام دي لابيني اكثر من هيك لانه بده يعطي زبونيته عرف كيف هودي كلهم ما في منهم خمسه من كل واحد فيها هي ما في منها وما بدك تشوف هيدي بالصدفة لقيتها واشتريتها كيف صار لها معي 10 سنين ما كنت لاقي مثلها اوكي هودي النجر هودي سيت كلهم مع بعضهم اورايت لك هودي هودي البروف لكم بروف هودي €400 each مثل هيدي €400 each online in the auction هودي very rare ما بتلاقي منه بس انا توفقت فيهم صار لي زمان شاريهم كيف؟ هودي كل وحده €400 هيدي هون لك هيدي faulty اوكي error هيدي الاصليه هيك لونها لك كيف مطبوعه ما بتلاقيها عرفت كيف؟ كنت ساكن حد الماركت رحت مرة على الماركت لقيت في واحد بيبيع ستامبس ما كتير بيبيع كوينز رحت مرتين ثلاثة كنت اشغل 3 جوبز بهداك الوقت بروح بغير هوا سألته قلت له في عندك ستامبس قال لي هيبس قلت له هيبس شو يعني هيبس قال لي بدك ايه هون قلت له ده قال لي $50 يعني احكي من 30 سنة 35 سنة قلت له جيبهم انا ماني عارف شو لاني عارف اشتري ستامبس تاني جمعة جيت قلت له جبتهم قال لي شيل بهالبوكس وحط على التواليت شيل بهالبوكس وحط على التواليت قلت له وين انه؟ قال لي لا قال لي طول بالك لا تلغي رايك انا افتكرته مخبيهم شي محل بعد ما خلص موعد مبين الزلمه من ورا البوكسز قال لي هودي هني قلت له وين هودي هني قال لي بالبوكس طلعت ايش بدي اعمل فيه وانا قلت له $50 ما نعرف ايش هني حطيتهم بالسياره سيقلبوا بالسياره السياره امتلت بالصندوق ما دل في محل يعني انا ما عاد بين بالسياره المهم رحت حطيتهم وصرت ما بعرف فيهم طلعت فيهم قلت له فين رجعت ثاني جمعه قلت له في عندك كاتالوج قال لي ايه قال لي بقلبهم طلعوا كلهم استرالية هلا جبت الكتالوج صرت اقرا اول مره ثاني مره ثالث مره بلشت استوعبهم صرت افهمهم صرت بلشت بيع هلا في شغله مهمه انه بس الواحد يشوف اذا مش انت معك ستامب بايدك اذا حدا بيجمع ستامبس بتلاقي مثل المغناطيس اجى صوبك عرفت كيف؟ بقى حملت انا ستامبس بايدي بدي اجرب تشوف كيف والله لقيت واحد رجال كبير اجى صوبي قال لي يو كولكت ستامبس قلت له ايه قال لي انا كمان والله من حديث لحديث قال لي انا بشتري بلشت بيعه يا معلم صار هو بده مني رحت اجيب من ستام ديلز اللي هو الرفيق اللي رفيقك بياكلون شو بيعمل فيهم عفوا اشتري منهم بيعه اشتري وبيع عرفت كيف هلا وقت اللي رحت على الستام كولكشن هودي الاكزيبيشن هني صاروا يقولوا لي
اي ستامبس احسن واي ما احسن. كنت ديانا اول ما انا متوفيه قالوا لي ديانا. كنت بهالوقت انا كنت شاري ب 350 دولار كوينز استرالي اللي بدي اجمع منهم، بعتهم نص سعر 150 دولار بس خلص قررت وبلش اجمع. كل ما اشوف ستامب ديلر روح ويعطوني يعني روح ساعه ونص سواقه بهذيك الوقت، عرفت كيف؟ طلعنا على كوتنبا جبت ستامب ديلر جايب لي ستامب، طلعت لبرا لقيت عم تتلج الدنيا. رجعنا هلا رجعت صرت اشتري اونلاين، اونلاين صاروا يعرفوني من انجلند من امريكا كلهم بيعرفوني اونلاين يعني، واذا في شيء يبعثوا لي ايميل ستريت اواي. كمان بالصدفه كمان كان عندي الكوليكشن عملي اللبنانيه، يا كان عندي البوم عملي اللبنانيه يا بس مو معي هلا. دلت هلا عم نشتغل عم جمع الستامبس، صاروا يعرفوني شو ما كان على ستامبس. اذا حدا بده خبره يعني صرت اقرا الكتالوج، عندي كتالوج كثير بدي اقرا عنهم سيرش تعرف اشنة، عرفت كيف؟ لانه في كثير اشياء الواحد ما بيعرفها. Very rare ما في منهم، انا معي وحده من each one of each قلت لك عنهم، حاطينهم بالاوكشن 400 يورو each. هودي اغلاط، عرفت كيف؟ ايرور سي لك كيف مطبوعين this why غاليين لكم، عرفت كيف؟ هذا كله غلط هون ايرورز، في عندك ستامب ايرورز وبروف بروف يعني هودي قبل ما بلشوا يطبعون وبيعملوهم، عرفت كيف؟ تشوفوا كيف بدهم يطلعوا بالطبع بصير في غلط بروجريسيف، عرفت كيف؟ يب ذيس واي ما بتلاقي منه كثير. How the first day covers, how the كمان one of each. ما في عندي منهم. هلا في منهم غاليين، في منهم رخاص، اوكي؟ حسب. How the من كل بلد واحد. هذا التليفون كارد هون يعني انا عندي اكثر، عندي شي 500 بس هلا اللي حطيتهم هالقد، من كل بلد شي سيت، how the set. عرفت كيف؟ How the set، كل واحد سيت وحده. From different country. هذا جي اوريجينال، كيف؟ ماني حطه انا، ماني عامله شري هيك، كيف؟ كل بلد شيء مثل انتيكا بليز، عرفت كيف؟ انتيكا. هلا مثل هون لك قديش فيهم، شفت هودي الصور هون؟ كل صفحه فيها من بلد بتلحقهم كلهم، عرفت كيف؟ بس هودي الاوريجينال البوم يعني هن جايين راكبين خالصين، شفت؟ كان بيع هودي بيجوا هيك، اورايت؟ هودي انا عاملهم. هودي انا عاملهم، عرفت كيف؟ انا جابتهم زبطهم، عرفت كيف؟ هودي شيتس، انت بلحق الشيت اللي تون، بلحق الانفورميشن. شو في انفورميشن؟ بيرفوريتد بيكون عامل، بيكون مفخوت من هون، امبورفوريتد، هيدا بيرفوريتد كمان، حسب شو بيطلع معك هون، هيدا البوكلت، هي بيجي ستامب البوم، عرفت كيف؟ كل بلد في عنده بوكلت ديفرنت بوكلت. هودي اوكي جاتا، اوكي شعب يعني، بيكون بالنص هون بير. اوكي في اوفر برينت، اوكي في انفرتد بيكون معكوسين فوقني تحتيني، عرفت كيف؟ في سبيسيمين، سبيسيمين هون بيبعتون للبرة تشوفوا الفرجون للعالم، اوكي وفي الاوفيشال هون بقلب البلد، عرفت كيف؟ الجفرمنت. Chopped banana, chopped scones, Lebanese bread, homemade, جرميش, we do it برحبة, زعتر منقوش,
and the bread already come out, olive and cheese bread and cheese rolls. خفيف يعني من حواضر البيت. إيه ليك شانكلي الشغلي بعملها أنا عايدي مكبوسة يا رحبة. لبني مكبوسي كمان بعمل عقيده واللبنه العاديه بعرفك فان وذ لبني باناكوتا وعامله كنافه بعدها بالافن بدنا نشيلها هلا هيدي الكنافه اون ذا واي نحن برحبي مشهورين بالشنكيش ما بعرف ليش بس يمكن عنا كتير بروديوس حليب وكلنا عنا فام وبقر مثل كل الضياع الشنكليش هلا بالضياع كيف ما بعرف بس عندي انا بعملها من اللبن بغليها وبقرصها بنشفها بقرصها بكعزلها وبخليها قد ما تخليها تشمس بتعطيك الايجد فليفر يعني بتعطيك الريل شنكليش بس بعدها خضرة وبكبسها بالزيت بزيت زيتون وبتضل ايجز على الشلف سنه سنتين كانك هلا بس بتصير كانه معتق تشيز معتق انا تحمست بدنا ناكل شنكيش رحبه مشهوره كثير اوه طلعوا كيف عم تفرط مظبوط وين باستراليا؟ ايوه 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 واو ولبنه مكعزله جود جوب اف شنكليشاتك رائعين هاي الحر اللي بقلبهم بعقل تنشيفتهم فرطتهم هديتهم على بعضهم طعمتهم ذا مور بتخليهم بالشمس بيعطيك الايج فليفر شنكيش بس بعده اخضر اميجن ها؟ روعة كله حتى الزعتر من قشط البيت مخلوط شغل البيت مع العجينة اللي فيها زيت مع الزعترات العظيمين خير؟ عادة نتسلى Thank you so much. Have a week. Thanks.